تصريحات منسوبة للمعلق الجزائري حفيد دراج تثير حفيظة المغاربة، والأخير ينفي ما نسب إليه، حيث دافع عن معلق الرياضي الجزائري في شبكة بي سبورتس حفيد دراج عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يسب فيه مملكة المغرب عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات. وانتشرت صورة على مواقع التواصل يزعم ناشروها أن دراج يسب فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري جملة وتفصيلا. وكتب دراج عبر حسابه في موقع تويتر في رده على المنشور المنسوب إليه قائلا: يتم على تويتر تداول سكرين شوت مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحذري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي. وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثتها كاملة مع دراج، مؤكدة أن المعلق الجزائري شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي. وكتب أيضا حفيد دراج في صفحته على تويتر ما يلي: شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة من الذباب البشري والذباب الإلكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة، ولجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا. وعن ردود فعل المغاربة العاملين في قناة بإن سبورت وقناة الجزيرة الإخبارية كانت الردود متباينة وبعضها شديد اللهجة، حيث كتب الإعلامي عبد الصمد ناصر قوله تعالى: قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي تدوينة أخرى استشهد بمقولة للإمام الشافعي وهي كالآتي: قالوا سكت وقد خوسمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. وعن ردود الإعلاميين المغاربة العاملين في قناة بي سبورت الرياضية كتب الصحفي أمين السبتي على صفحته الرسمية بفيسبوك ما يلي: نملك القدرة على القصف لكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص. أما عن محلل قنوات بي سبورت المدرب المغربي سعيد رزقي كان رده كالآتي: لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.